طب اخيرا استاذ محمد، صندوق النقد الدولي قال عام 2023 ربما يكون به استبشارات، ولكن رايك الخاص عام 2023 سيكون اداء الاقتصاد المصري افضل ام اسوا؟ لا بد ان نفرق بين النصف الاول من عام 2023 والنصف الثاني من عام 2023. النصف الاول من عام 2023 ما هو الا تداعيات لاهمال او تاخر الحكومه في اتخاذ قرارات اقتصاديه سليمه في العام 22، لكن الان الحكومه مجبره على اتخاذ هذه الاجراءات، وانا ارى انها بدات في التفكير جديا في هذه الاجراءات. اعتقد انه النصف الثاني من العام 23 سيكون أداء الاقتصاد المصري أفضل إلى حد كبير إذا ما قورنا بالعام 22 وبالنصف الأول من العام 23. أستاذ محمد سليمان حسنين، الأكاديمي والباحث الاقتصادي من القاهرة، أشكرك على التواجد معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.